بشأن آخر التطورات المتعلقة بالحرب على غزة التي وصفها كثير من المحللين بحرب إبادة، نقاش الآن مع ضيوف بانوراما الرافدين. معنا الأستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي من إسطنبول، وكذلك معنا السيد هشام أبو محفوظ نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، وعبر الهاتف الصحفي طه عودة وهو الكاتب السياسي التركي. لعل البداية معك أستاذ هشام، يعني المقاومة الفلسطينية وكما تعلم أطلقت محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية كما أعلنت. السؤال هنا، كيف تقرأ هذا التطور بملف الأسرى المحتجزين مع محاولات شيطنة المقاومة الفلسطينية؟ أولا نشكر فضائية الرافدين على هذه الاستضافة. أهلا بك. بداية، المقاومة هذا جزء من مبادئها وليس جديد. فالمقاومة لها أخلاق في التعامل مع الأسرى، وبالتالي أعلنت المقاومة أن هناك ضيوف تستضيفهم غير العسكريين من جنود الاحتلال، وبالتالي في أي فرصة تتاح سوف يتم إعادته. وهذا ما جرى، ما لمسناه فيه، سواء الأم مع بنتها قبل أيام، ثم كذلك اليوم إطلاق الرهينتين أو المحتجزين الأم وابنتها الأمريكيتين. هذا يدل على أن المقاومة ليست عمياء، وإنما واضحة الأهداف عندها وهو إزالة الاحتلال، وبالتالي لا. وكذلك يدل على شيء آخر، أن المقاومة متماسكة، فهي تدير المعركة متمسكة بمبادئها، واضحة أهدافها، لديها أسرى من الاحتلال الصهيوني تحتجزهم، وهذا حقها في من خلال معركة نحن في معركة. ثم هي لا تريد أن تتجاوز أي حدود كما يفعل العدو الاحتلال الذي يستهدف الأطفال والنساء ويروع المدنيين بطريقة لا إنسانية، طريقة همجية، طريقة كل العالم يشاهدها، وكل العالم بدأ يعي أن هذا السلوك الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني ليس لا أخلاق معركة ولا أخلاق دولة، وإنما هو تصرف انتقام لا يرى إلا الإبادة والتدمير والتخريب، وهذا ناتج عن هزيمته. هزيمته يبحث عن أي مظهر من مظاهر الانتصار، فلم يجد إلا أن يقتل المدنيين ويهاجم المقرات والمدارس والمشافي والكنائس. هذا هو ما عرفناه منذ بداية الاحتلال 48، لكن أظن أن هذا التخبط نتيجة أن رسالة واضحة وصلته في معركة 7 أكتوبر، وهي أنه أمام بداية مشهد لإزالته وكنسه خارج فلسطين، وأن فلسطين سيستعيد الفلسطينيين وأحرارهم كاملة. وهذه الرسالة وصلت. نعم، سأعود إليك بعد قليل، ريثما أنتقل بسؤالي الآن إلى الكاتب السياسي والصحفي الأستاذ طه عودة. يعني أستاذ طه، مع تأجيل الاحتلال ضمنيا قرار الزحف البري إلى غزة، السؤال هنا، إلى أي مدى انحسرت شيئا فشيئا خيارات المعركة البرية، خاصة مع تحذير ضباط إسرائيليين من الدخول في معارك استنزافية؟ نعم، تحياتي للجميع. في البداية، يعني كما تابعنا في 7 أكتوبر الجاري، المقاومة الفلسطينية نجحت عسكريا، وخاصة المرة الأولى منذ 50 عام في هذا الاختراق، وهذا يعني صح التعبير النصر الكبير والهزيمة بالنسبة لدولة الاحتلال، الجيش الذي لا يهزم. أيضا هناك نجاح آخر تابعناه خلال الأيام الأخيرة الماضية، وهو نجاح سياسي فيما يتعلق بالتعامل مع الأسرى، والتعامل يعني كان الجيد والراقي، وخاصة على الرغم من الإعلام الغربي كان يصور يعني المقاومة أنهم يعني هناك يقومون يعني في معاملة سيئة، وهذا ما تابعناه حتى من داخل الأسرى ومن داخل الذين يعني كانوا موجودين لدى
المقاومة الفلسطينية. أنا تصوري فيما يتعلق بالعملية البرية خاصة، يعني هناك تقديرات عسكرية إسرائيلية كانت منذ الأول اليوم الأول تشي وتقول يعني بأن يعني بدء هذه المعركة أو هذه العملية من السهل جدا أن تبدأ، ولكن من الصعب جدا إنهائها، خاصة إذا تحدثنا عن أن المقاومة الفلسطينية عندما قامت بهذه العملية، أنا لا أسميها عملية، أسميها هي معركة مفتوحة مع الاحتلال، لأن هذه المعركة الذي بدأ هذه المعركة هو الاحتلال الإسرائيلي من خلال الانتهاكات في القدس والمسجد الأقصى والأماكن المقدسة خلال الأشهر الأخيرة الماضية. لذا المقاومة الفلسطينية هي تعي تماما الخطوات القادمة، وهذا ما دفع حتى الرئيس بايدن و دول غربية تقدم الدعم اللامحدود لدولة الاحتلال. على سبيل المثال، لأول مرة نتابع أن أكبر رئيس دولة في العالم يزور دولة الاحتلال في أثناء الحرب، هذه السابقة للمرة الأولى. لذا حقيقة إذا كان هناك دخول عملية برية وكان إن هناك هزيمة، لا أقول أن الفلسطينيين لن تكون هناك يعني هناك خسائر وضحايا من دون شك، ولكن الخاسر الأكبر من هذه العملية هو حكومة نتنياهو المتطرفة ودولة الاحتلال بالدرجة الأولى والداعمين لها، وأقصد هي هنا الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني قدمت الدعم اللامحدود لدولة الاحتلال. ابقى معي أستاذ طه، سأعود إليك بعد قليل. أتوجه بالسؤال إليك الآن أستاذ بهاء خليل، يعني ماذا عن احتمالات تدخل إيران وأذرعها في المنطقة وخاصة ميليشيات الحشد وحزب الله في هذه الحرب الدائرة؟ لماذا لا يعول عليها لدعم المقاومة في غزة؟ تفضل. تحياتي لحضرتك ولضيوفك وإلى المشاهدين. بالحقيقة إيران أعلنت منذ بداية الأزمة انها بمنأى عنها، وانها لم تكن على علم اصلا بما قامت به حماس في غزة، وبالتالي هي تحاول تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة او حتى مع الكيان الصهيوني. السبب بهذا بانه ايران ليست لها هدف في القدس وليس لها هدف في تحرير فلسطين، هدفها السيطرة على المنطقة العربية والدول العربية، وبالتالي هي تحاول الان من خلال بعض الضربات على استحياء من خلال ميليشياتها اللي موجوده في العراق او موجوده في سوريا وحتى في شمال فلسطين في جنوب لبنان. هذه المناوشات البسيطه هي تحاول مسك العصا من الوسط، تحاول ان تنهي بنفسها عن الصراع هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى تحاول ان تثبت لجماهيرها او لمن يؤيدها بالمنطقه العربيه بانها هي من وراء تحرير القدس، وإذا كان هنالك تحرير القدس فسيكون عن طريق الميليشيات التي سلحتها ودعمتها ومولتها طوال 20 عام الماضي. بالتالي يعني تطور الصراع في هذه الحرب إلى أبعد من ما هو عليه الآن أنا أستبعده كثيرا، لأنه الميليشيات العراقية يعني أولا إمكانياتها رغم ما يدعوه لأن إمكانياتها محدودة، حتى الصواريخ اللي تمتلكها محدودة وطائراتها المسيرة اللي تحاول بين فترة وأخرى إلقاها على المقرات الأمريكية اللي في العراق هي ذات قدرة تدميرية أيضا محدودة، وبالتالي لن تؤثر وإنما ستؤثر على إيران بالدرجة الأساس. يعني كل ما زادت هذه العمليات كل ما زاد تورط إيران في هذه الحرب، وبالتالي ذكرها يوم أمس الرئيس الأمريكي قال بأننا سنحاسب إيران، وهذا يعني أنه زيادة العقوبات الاقتصادية على الرغم من أنه ما يجري الآن على أرض الواقع هو يعني غير ما يتم التصريح به، لأنه أمريكا قبل حرب غزة بأيام أطلقت $6 مليار للنظام الإيراني، وبالتالي الآن هنالك من يقول في البيت الأبيض بأنه هذه الأموال التي صرفت إلى إيران هي من استخدمتها حماس في إيقاع هذا العدد الكبير من القتلى في صفوف الاحتلال. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذه الفكرة، لكن ماذا عن الموقف الإيراني؟ يعني مع هذا الموقف الإيراني، ما المبرر اليوم لرفع صور سليماني وخامنئي في التظاهرات الداعمة لغزة في العراق؟ لماذا يفعلون ذلك باعتقادكم؟ هنالك يعني صراع داخل العراق ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وكل يحاول أن يمسك زمام المبادرة ويصبح هو البطل على الساحة في العراق. لذلك من جهة يحاول الإطار التنسيقي دفع أنصاره لرفع صور
سليماني وخامنئي، ومن جهة أخرى يحاول التيار الصدري أن يرفع صور مقتدى الصدر، وبالتالي هذا الصراع الآن اللي دائر على السلطة في داخل نعم العراق ما بين جهتين، التيار الصدري والإطار التنسيقي، هو لا يخدم القضية الفلسطينية بشيء. وحتى المظاهرات التي يعني تخرج الآن هي لم تتمكن لا من إيصال مياه إلى غزة، لم تتمكن من إيصال حتى رسالة دعم إلى غزة، عكس التظاهرات نعم العفوية اللي تخرج ببعض المناطق هنا وهناك. هذه التظاهرات العفوية هي اللي يشعر بها سكان غزة، هي التي يشعر بها العالم، والتأييد يكون حقيقي، ليس تأييدا من أجل يعني نكاية بجهة أخرى وأن أخرج أكبر عدد من المتظاهرين، حتى لأنه الجهة المقابلة أخرجت العدد معين، أنا لازم يعني أخرج أكثر من عندهم. يعني هذه الطريقة الآن يتم يعني الموقف الأول، المشهد في العراق يعني هناك صراع سياسي بدأت يعني جوانبه تتدخل في القضية الفلسطينية، وبدأوا هم يستغلون القضية الفلسطينية حتى في أمور الانتخابات، ذلك انتخابات مجالس المحافظات. الآن جميع المرشحين اليوم في صلوات وضعت الجمعة هذه يتصدرون الخطوط الأولى. الفكرة. سأعود إليك على أي حال بسؤال قادم أستاذ بهاء. من جديد إليك سيد هشام، يعني مع مبادرة المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح الأمريكيتين المحتجزتين، الاحتلال يطالب مجددا بإخلاء مستشفى القدس ومدارس تابعة للأونروا لجأ إليها نازحون مدنيون من الفلسطينيين. السؤال هنا، ما الذي يريده الاحتلال من استهداف المشافي بهذا الشكل؟ وهل تتوقع احتمالية أن تتكرر مذبحة المعمداني من جديد؟ يبحث عن أي مشهد بحيث يتم إخلاء الوصول إلى هدفه بالقضاء على المقاومة وإخلاء غزة من أهلها وتهجيرها. هذا لذلك يتبع الأساليب اللا إنسانية والمحرمة دوليا، والذي كل القانون الدولي لا يسمح بها حتى في الحروب، وهي الاستهداف المشافي. فهو يستهدف الآمنين حتى يحدث الصدمة، حتى يستطيع أن يحقق هدفه بحيث تصبح هناك هجرة شاملة. ثم هو لا يريد أن يدفع الناس إلى أن لا يجدوا مكانا آمنا فينسحبوا بهجرة جديدة، ولذلك يستهدف حتى مدارس الأونروا. عمليا أكثر كما ذكرت في التقرير أكثر من 400 ألف نصف مليون يقطنون المدارس. الآن هو يوجه التحذيرات للأونروا أن هذه المدارس ليست آمنة، وهي مدارس دولية الأصل أن تكون آمنة. وكذلك ما يقوم به هو يستهدف المشافي، ويستهدف كذلك الإنسان بكل مقومات حياته. هناك تعطيش للشعب وأهلنا في غزة، هناك تجويع، هناك منع لوصول الأدوية، كل ما يدعي حتى بأنه سوف تكون هناك ممرات إنسانية. نحن نراقب للآن، حتى ما يتكلمون عنه يتكلمون عن عشرات ولا 20 شاحنة، كلها حاجات لا يعني ذر الرماد في عيون المشاهد دوليا، أنه كأن هناك تقدما. وبالمقابل يقصف يعني ما يجري ما ذكرته في سواء مشفى القدس أو حتى قصفه لكنيسة روم الأرثوذكس. هذا هو سلوك مقصود، هو سلوك مقصود بأن يستعدي كل الأبرياء بجميع شرائح الناس، الأم، الأب، نعم. الابن، الطفل، سأعود إليك الرضيع. أستاذ لا يوجد هشام. خطوط حمراء، يتعامل بوحشية كاملة تنم عن الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال نعم الذي المجتمع الدولي يجب أن يوقفه ويضع حد لمثل هذا نعم السلوك. وهذا هو التساؤل، أين أستاذ المجتمع الدولي؟ هشام، أين الغرب؟ أين أخلاق الغرب؟ نعم ابقى معي، سأعود إليك أستاذ هشام على أي حال. من جديد إليك الكاتب السياسي أستاذ طه عودة، يعني مع إقرار الاحتلال بصعوبة المعركة البرية، إلى أي مدى قد تكون الأسباب الإنسانية إحدى المخارج التي يستند إليها في انسحابه لاحقاً؟ يعني حاليا تحدثنا عن ان الاحتلال وقصد فيما يتعلق بالعمليه البريه كما شرت لك قبل قليل، يعني كانت هناك حاليا
اذا تابعت استطلاعات داخل دوله الاحتلال ان هناك اخر 16% كانوا يؤيدون هذه العمليه البرديه، ولكن اشرت لك بان الدخول ليس ك عفوا الخروج ليس كالدخول، بمعنى ان الامور هي صعبه جدا. نلاحظ ان وزير الخارجيه الامريكي شارك في الحكومه حكومه الحرب او اجتماع الحكومه نتنياهو، وايضا بايدن، وكلهم يعني اعطوا التعليمات لنتنياهو في الدخول والمشاركه في هذه الحرب، لكن الامور هي صعبه للغايه، خاصه تحدثنا عن ان يعني الاوضاع وخاصه نعم. فيما يتعلق في داخل قطاع غزه لم نعم. يتم هناك كما اراد الاحتلال تهجير السكان. يعني حتى هذه اللحظه نلاحظ ان اعداد كبيره من المواطنين في قطاع غزه وفي باقي المدن التي تتعرض للقصف، يعني مستشفى الشفاء المعمداني وايضا في خان يونس ومستشفى نصر، كما نتابع عبر شاشات التلفاز، هناك المواطنين الى حتى هذه اللحظه ما زالوا مصرين على البقاء في اماكنهم، وهذا يعطل ويصعب. كيف تستطيع دوله الاحتلال يعني ان تقوم بعمليه برديه وان نعم. تقتل يعني 2 مليون شخص؟ هذا امر صعب جدا. لهذا السبب، هذا احد الاسباب، والسبب الاخر وهو الصعوبه، يعني صعوبه يعني فرص نجاح هذه العمليه. تحدثنا عمليه 7 من اكتوبر هي مسحت الصوره التي كان تصورها امريكا واسرائيل للعالم نعم. بان هذه الدوله، دوله الكيان، هي دولة يعني كبيرة، ولكن هي هزمت يعني من أفراد من المقاومة جاءوا إلى داخل إسرائيل، ويعني هناك دمروا هذه الفرقة التي كانت تسمى فرقة غزة ومدربة على أحد التدريبات. شاهدنا كيف تم إخراجهم وهروبهم وإحضارهم إلى غزة. كل هذه الأمور بوجهة نظري أعتقد هي دفعت حكومة نتنياهو، ونتنياهو هو يحاول الانتقام من غزة، ولكن غزة أعتقد سوف ترد الصعصعين عليه، وخاصة بعد الدمار وبعد القتل والتشريد الذي قام به ضد الناس الأبرياء العزل. وكما تابعنا وشاهدنا نسبة كبيرة أو 50% من يعني الشهداء كلهم من الأطفال والنساء. نعم. الأستاذ طه عودة الكاتب السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. تحول بالسؤال إليك الآن سيد بهاء، يعني ما الذي تحتاج إليها الميليشيات، أقصد هنا ميليشيات الحشد الموالية لإيران، بعد انكشاف زيف شعاراتها، لا سيما مع إعلان حكومة السودان اقتصاد دعم غزة على الملف الإنساني فقط، اقتصر الدعم على الملف الإنساني؟ نعم، هذه الميليشيات لا تحتاج شيء سوى أوامر، لأنها يعني لا قرار لها، القرار الأول والأخير هو يأتي من طهران من المرشد الأعلى، وبالتالي هي لا تمتلك القرار، تصلهم الأوامر اقصف يقصف. وبالتالي هذه الميليشيات الآن خسرت أول قاعدتها الشعبية اللي كانت موجودة واللي حاولت أن تبنيها على مدى سنوات من خلال النصر الوهمي اللي سرقت من خلاله بطولات الجيش العراقي اللي حاول المساهمة بتحرير المناطق التي يحتلها داعش، وحاولت مصادرة هذا الجهد ونسبته إلى نفسها، وبالتالي أصبحت لديها بعض الناس التي تؤيدهم. الآن حتى هذا التأييد البسيط اللي حققوه من خلال ماكينتهم الإعلامية خسروه، لأنه كل الشعارات التي أطلقوها وأساسا حجة وجودهم وحجة تأسيسهم هو دعم وتحرير فلسطين، الآن في عز المعركة هم تخلوا عن شعاراتهم وأهدافهم، ويحاولون يعني تجنب الدخول في مواجهة مع القوات الأمريكية، ووضعوا كثير من الشروط. أولا، في حال أنه تم الاجتياح البري سنتدخل، بعدها إذا تدخلت أمريكا سنتدخل، وحتى الآن أمريكا أعلنت دعمها الكامل ولا يوجد أي شيء. الضربات اللي حصلت اليوم ويوم أمس هذه ضربات على استحياء، يعني مجرد مشاغلة لا أكثر ولا أقل، لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تفيد أحد سوى المقاومة، لأنها ستحصل على بعض الفيديوهات التي ستبقى تروج لها الماكينة الإعلامية الموجودة لدى الأحزاب اللي موجودة بأنه نحن شاركنا في الحرب وقصفنا وضربنا من أجل يعني الضحك على ابقى معي أستاذ نعم. بهاء، وضحت هذه الفكرة. سأعود إليك بسؤال آخر، ثم أنتقل بسؤالي الآن إلى الأستاذ هشام أبو محفوظ. يعني هل تعتقد أستاذ هشام أن حكومة الاحتلال قادرة بالفعل على الإيفاء بإعلانها تفكيك المقاومة وإنهاء وجود حركة حماس في غزة عسكريا،
إلى أي مدى يبدو هذا الهدف بعيدا وله انعكاساته الكبيرة على الداخل الصهيوني الناقم على بنيامين نتنياهو بالأصل؟ هذا وهم أن وينادوا فيه وهم مرتبكين وغير متماسكين، لا في مجتمع كما ذكرت مجتمعهم الداخلي ولا نتنياهو بكل عسكره وما أتاه من سند من بايدن ومن أمريكا. لا، الأمام هو اختيار صعب، وهو أن يستمر في هذه المعركة، وهو يعلم أنه لا يستطيع أن لا ينهي حركة حماس ولا ينهي المقاومة في غزة، ولن ينجح كذلك في تهجير أهلنا في غزة، وهذا في الحروب السابقة مثال، والمشاهد لأهالينا في غزة إرادة ورسالة للعالم كله أنهم صامدون وإرادتهم لن تنكسر، وهم ينالون الشهادة أن تعرضوا للقصف. أنا أظن أن العدو والاحتلال في مأزق، يريد أن يخرج بأي مشهد من هذه المعركة وهو لا يستطيع، كل ما يحاول لم يستطيع أن ينجز إلا تدمير المباني، تدمير المؤسسات المدنية، تدمير المشافي، قتل المدنيين وقتل الأطفال. ما هو الانتصار العسكري الذي حققه الاحتلال بعد مرور 13 يوم أو أكثر من المعركة؟ هو يحاول أن يجد هذا النصر كما ذكر زميلي كذلك في موضوع الاجتياح البري، موضوع ليس نزهة، وإنما المقاومة تنتظر أن يحصل وأن يتقدم بريا حتى يروا العدو حقيقة مشهد جديد من مشاهد المعركة. هشام، هذا تساؤل. نعم أستاذ هشام، أمريكيا إلى أي مدى تورطت إدارة بايدن بما يجري؟ هل يخدم اجتياح غزة بالفعل مصالحها وصورتها أمام العالم؟ صورة أمريكا أمام العالم في هذه المعركة لأول مرة أمريكا تدخل في مداخل أمام العالم الغربي حتى غير مقبولة، اصطفت كدولة عظمى ينظر لها البعض أنها عظمى، اصطفت أمام مع الاحتلال الصهيوني في مواجهة المقاومة التي هي من حق أهل غزة. أمريكا تناقض حتى المبادئ التي تدعو لها. أنا أظن تتهشم صورة أمريكا، وخطاب بايدن خطاب ضعيف، وسلوك أمريكا أظن أنها مع استمرار الحرب حتى منقسمة. نحن نشاهد بعض الصحفيين والإعلاميين والشخصيات الأمريكية، الكل كثير منهم يتساءل عن هذا السلوك، هل نحن أمام مشهد يستحق أن يكون هذا الدعم؟ لكن أنت تعلم أن هذه المعركة والصورة الأولى معركة طوفان الأقصى هزت كل الاحتلال وكل من حلفاء الاحتلال، هي صورة مخيفة بالنسبة لهم ومرعبة، لأن ابنهم أو دولتهم المدللة أصبحت في خطر وفي مهب الريح، وهي فعلا تترنح الآن. العدو ودولة الاحتلال سواء رضوا بذلك أو لم يرضوا، يعلموا جيدا أن دولة الاحتلال تترنح، يحاولوا حتى أن يحللوا ويجدوا بكل موته كيف حصل هذا المشهد مع دولة لها كل هذا الدعم، فجاءوا بجندهم وجاءوا بالفرقاطات البحرية حتى يعني يأمنوا أن تتطور المعركة. لكن نحن أمام مشهد قد يتدحرج، لكننا واضح أمامنا أنه باتجاه انتصار المقاومة واستعادة الحقوق، وهذا لا نشك فيه. وكل شعوب العالم الآن تقف وتتحرك في الميادين وبالشوارع وأمام السفارات. أنت تعلم أعلن الاحتلال تفريغ بعض السفارات في الدول التي كان قد قطع شوطا في التطوير معها.
نعم لأنه لا يأمن الآن على ماذا يجري في مقبل الأيام. بدأت قد نشهد مشاهد أكبر من ذلك. نحن على ثقة أن أصحاب الحق نعم سيستعينوا سأعود بحقهم، إليك ونحن أستاذ كفلسطينيون هشام. واثقون، إذا سمحت لي، ونحن كفلسطينيون واثقون نعم أننا قريبا سنعود لأرضنا. نعم سأعود إليك أيضا بسؤال آخر، ولكن بعدما أنتقل بسؤالي الأخير إلى الأستاذ بهاء، يعني إلى أي مدى أستاذ بهاء ترى أن إيران فقدت هي وأذرعها السرديات التي كانت تطلقها بحجة المقاومة، وكانت تقول إن المعركة إذا احتدمت فإن إيران ستسعى إلى إنقاذ أذرعها مثلا، أو إنقاذ من تدعي أنها تؤازرهم، وها هي تركت المقاومة الفلسطينية منفردة وحيدة في الميدان، كيف تعلق على ذلك؟ نعم، إيران فقدت الكثير في هذه المعركة، وستفقد أكثر في حال أنه لو تورطت في بالدخول بهذه المعركة. أولا، هي فقدت شعاراتها كما ذكرت حضرتك، اللي منذ قيام ثورة الخميني عام 79 وهي تنادي بتحرير القدس، وعندما دقت ساعة الملحمة والمعركة صرحت بعثتها في مجلس الأمن بأنها او في الامم المتحده بانها بعيده عن هذا الصراع، وانها لم تكن تعلم بما فعلته حماس. لذلك صورتها اهتزت امام شعبها اولا، وامام من يؤمن بقدراتها الثانيه. بالتالي ممكن ان تخسر اكثر في حال انه اوعزت الى ميليشياتها بالاشتراك في هذه لكن المعركه، لانه هذه الميليشيات محتمل مثلا استاذ بهاء، هل من المحتمل ان تجري ايران تحديثا ما وتتواصل مثلا مع ذراعها في الجنوب اللبناني حزب الله مثلا، وتطلب منه ان يضع ثقله مثلا في هذه المعركه؟ هل ممكن ان يحدث هذا؟ عفوا، اذا ارادت ايران تدمير لبنان كما سعت الى تدمير فلسطين، فممكن ان توعز الى حزب الله بجنوب لبنان بالدخول الى المعركه، وبالتالي ستكون الماكينه الاعلاميه جاهزه لشيطنه لبنان كدوله، ومن ثم تكالب العالم عليها كما فعل مع فلسطيني غزه. هذا السيناريو الان تستفيد منه الماكينه الاعلاميه الغربيه واسرائيل بدرجه كبيره. يعني كل شيء يحاول من خلال العرب انقاذ الشعب الفلسطيني يشيطن بطريقه يعرضها الاعلام الغربي، وتستفيد من قوات الاحتلال والقوات الامريكيه او امريكا بصوره عامه. لكن بالنسبه لايران، ايران موضوعها مختلف. ايران كل الدول العربيه تعلم بانها العدو الاول بالنسبه لها، وهذا العدو لم يكن ليكون موجود لولا تعاون الاداره الامريكيه والصهاينه في ايجاده. العراق في الثمانينات عندما حاول بناء مفاعل نووي ما زال هيكل، وساعدت ايران واسرائيل في قصفه وتدميره. ايران تنادي امام العالم بانها تخصب اليورانيوم، والتعامل معها مختلف كليا، ليس كما تعاملوا مع العراق. كل ما يشير الى انه امريكا ساهمت في صنع هذا البعبع المسمى ايران، ووضعته في الشرق الاوسط، والان بحجه الدفاع عن المقدسات دمروا سوريا، وبحجه مساعده في تحرير القدس الان يحاولون تدمير فلسطين. هذه إيران. إيران هي ليست حل للمشكلة، إيران هي أساس المشكلة. ما هذه الميليشيات لو لم تكن موجودة في المنطقة لكان كل الدول العربية الآن كان بإمكانها أن يكون عندها قرارها على الأقل. الآن العراق اختصت مساعدات على المساعدات الاقتصادية، لكن العراق هذا مو دور العراق، وصلت هذا مو الفكرة. دور العراق هذا. نعم، لك أن تتمم الفكرة إن كان هناك ما تود أن تضيفه نعم خاتما، نعم أقول تفضل. لك هذا مو العراق. العراق طالما كانت القضيه الفلسطينيه هي شغله شاغل منذ يعني عام 48، وشارك في جميع الحروب اللي حصلت في فلسطين. ولكن الان ايران تكبل العراق من خلال ميليشياتها، وبالتالي لا يمكن له تقديم ادنى دعم للشعب الفلسطيني سوى السيارات المحمله بالمواد الغذائيه وصهاريج البترول، نفس المواد التي ارسلتها الى لبنان. وايضا في سوريا دمرتها ايران، ولبنان دمرتها ايران، وكل الدول حتى تقاعس بعض الدول العربيه الان عن نصره
نصرة فلسطين ليس بسبب، أنا أتكلم عن الحكومات، وصلتك ليس بسبب ما فعلته حماس، بس الفكرة بسبب أستاذ بهاء، وصلت الفكرة تماما. نشكرك على أي حال الأستاذ بهاء خليل الكاتب الصحفي العراقي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أتوجه بسؤالي لك الآن أستاذ هشام، يعني بقي سؤالان لا بد من الوقوف عندهما وإن بعجالة. أولهما يعني مع إعلان بايدن التوصل إلى ما سماها تسوية بشأن معبر رفح، إلى أي مدى ترى أن أهالي غزة نجحوا بإنهاء خطة تهجيرهم وإفشالها؟ بإذن الله سينجحوا في إفشال هذه الخطة. معبر رفح يحتاج يعني إلى أن يكون هناك إجراءات أكثر جدية وسرعة نعم حتى يتم إنقاذ أهلنا في فلسطين. عمليا الآن الموضوع الإنساني يوجد موافقة على أن يتم إدخال الوضائع، التفاصيل كثيرة، يحاول العدو كذلك ان يتدخل بالتفاصيل حتى يبقى بيده موضوع التهجير رغم الموافقه على المساعدات الانسانيه. هذا مسؤوليه الدول العربيه التي تتابع الموضوع، واظن ان يعني ومن خلال كذلك الدول الحليفه التي حريصه على ان تصل المساعدات والمجتمع الدولي، لكن هي بدايه، نسأل الله أن تتحقق بسرعة وتبدأ دخول المساعدات. الدول كل مساعدات سمعنا بكثير من الدول أوصلت، حتى بعض المساعدات صارت تنتظر الدور، وبالتالي الموضوع هو فتح المعبر. وبالأمس سمعنا أنه فقط إجراءات ترتيب أو إعداد المعبر من الطرف المصري حتى يكون صالح لدخول الشاحنات. بسؤالي أنا أظن اليوم نتوقع أنه تبدأ المساعدات، أو نأمل، لأن الشعب يتعرض إلى التجوع والتعطيش والمحاولة يعني شيء لا إنساني، يعني المرضى لا يستطيعون حتى أن يحصلوا على الأدوية، نعم، جئنا على فموت هذه التفاصيل موت في حقيقة. سياق نشرتنا أستاذ هشام، جئنا على هذه التفاصيل في سياق النشرة، ولكن بعجالة لو سمحت، يعني في حال سقوط غزة لا سمح الله أو عدم سقوطها، إلى أي مدى ترى أن المقاومة الفلسطينية نجحت وعلى رأسها حركة حماس بإعادة قضية فلسطين لتصبح من جديد القضية المحورية لأبناء الأمة العربية والإسلامية، وإثبات فشل ما يروج له من سلام عربي إسرائيلي؟ تفضل. غزة لن تسقط شامخة بعد هذه المقاومة، والتاريخ يتكلم بذلك. غزة ستسقط، المقاومة حققت إنجازا كبيرا بموجة كبيرة ومشهد من مشاهد التحرير. نحن نتطلع إلى تغير في الخارطة السياسية والديمغرافية يؤدي إلى تقدم المقاومة. ولما أذكر المقاومة هي مقاومة الشعب الفلسطيني ومقاومة الأمة العربية والإسلامية، وهذه معركتنا لإزالة الاحتلال. نحن الشعوب الآن كلها، لسنا في الزمن السابق، الشعوب لديها الإرادة والاستعداد، وإن شاء الله تفرض إرادتها بحيث لا تملك الدول إلا أن تمشي أو تسير في هذا المسار. أنا يعني أحب أن أؤكد أننا في زمن فيه المقاومون وأحرار العالم رؤوسهم مرفوعة يتطلعون إلى التحرير وإلى الحفاظ على أقصاهم وقدسهم، ولن يفرطوا لا في الشعب الفلسطيني في غزة، ولن يفرطوا بالمقدسات نكتفي. الإسلامية والمسيحية، ولن يفرطوا بأهلنا في فلسطين. ونحن كلنا حاضرون نتابع وضحت كل الشعوب الإسلامية الفكرة. والعربية مشاهد هذا التحرير، ولن يتحقق إلا النصر بإذنه نعم. تعالى، وسيبوء العدو وأذناب الدول التي وضعت يدها بيد العدو بالفشل والخيبة وضحت والمذلة والهزيمة الفكرة، بإذنه تعالى. نكتفي بهذا القدر. الأستاذ هشام أبو محفوظ نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.